ايه أسيل، وينك؟ ليتني جاهزة، صرت على الباب. تمام، يلا يلا ناطرتك. ايه لؤي، انا كنت طالعه انا والصبايا، خير شو الموضوع؟ مرحبا بيبي. في شيء انا ما فهمته لما حكيت معك، لهيك اجيت لحتى اسالك بذات نفسي. اسيل رايبتك رح تنتقل عندك على البيت؟ مو حكيت لك الوضع على التليفون حبيبي؟ سهيل طلب منها تنتقل من البيت، واسيل قال لها هو من الشغل. ايه 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 فهمت هذا القسم، بس الشيء اللي ما مفهم معي انه انا من بعد هلا ما رح اقدر اجي زورك، مزبوط؟ يعني رح تصير زياراتك شوي صعبة بهالفترة، ولا بقدر نام يعني. حبيبي ما رح ناخد راحتنا. ايه نحن برا كمان مو اخدين راحتنا بالقعدة، شو رح نعمل غصون؟ حبيبي مو صار الوقت لحتى نبلش نحكي للعالم عن علاقتنا سوا؟ قلنا سنة مع بعض وعم نشتغل بنفس المستشفى، ما في غير الناس المقربين بيعرفوا بعلاقتنا. ايه يا روحي، بس بتعرفي الوضع؟ بعرفه روحي، انا كمان حاسة كأنه عايشين علاقة حب سرية، وبصراحة هالشي بلش يضايقني. عندك حق، للأسف انا ماني قدران عايشك علاقتك المنشودة. لا حبيبي أنا ما كان قصدي أقول هيك شيء أبداً، أنت فهمتني غلط. أنا مبسوطة معك كتير بهالعلاقة، لو فيك بس تحكي لها لبنتك عن علاقتنا. أنا كمان بودي أحكي لها، بس مو هلأ، الوضع الصح مهم كتير، بس أكيد في شوية مخططات براسي ورح نفذها. يعني رح تحكي لبنتك عن علاقتنا مو لؤي؟ يعني إيه؟ عم تحكي جد؟ يا روحي قديش فرحت. هلا انتي عن جد بدك تروحي وتتعشي مع رفقاتك؟ حتى انت تأخرت له، اي سرقت اللي عقلي مني. اسمعيني بيبي، انتي سارقة عقلي على طول، خليكي معي. وطنش البنات؟ لا ما بصير، مو حلوة. طيب اتأخري عليهم هالقد؟ اذا شوي ممكن. شوي هالقد ما بتفرق. ليش تأخر لهلأ؟ غير رأيه وما رح يجي. لا مو معقولة، ما بصير. أسيل حياتي في دب وراكي. ايه لأ عمو الدبدوب، أهلين، شوفني مو طالعة حلوة اليوم؟ صدقني هنن اللي خسروني بالشركة. ليكي إجا إجا عمار لحاله؟ ما هيك؟ لك ايه ايه، شو نعمل هلأ؟ وجهيني فورا، نحن نروح لعنده؟ لا شو نروح لعنده، رح نستناه هو يجي. لما يشوف له اي رح يجي لعنا لحتى يسلم علينا، بس لو سمحتي بتعملي حالك متفاجأة، ما بدي تغلطي ولا غلطة، لا تحسسي انك جاية كرماله. خلص ماشي، انتي لا تخافي. لؤي. اهلين عمار. المناخير بترجع لمحلها بعد اسبوع، لا تقلقي. تعال. شلونك؟ منيح وانت؟ كثير منيح. غصون خانو مرحبا. مرحبا دكتور عمار. أسيل خانو. اي لا اهلين دكتور، انا متفاجئة كتير بجيتك، بصراحة ما توقعت اني شوفك هون. طيب كيفك؟ بتشكرك دكتور، طمني عنك. وانا كمان منيح، بس شيلي هاي الرسميات بيناتنا لو سمحتي، بكفي تناديلي عمار وبس. هداك اليوم صار في حادثة بسيطة، غصون حكت لي. ايه قصة يعني ما لها طعمة بالمرة. طيب أسيل بتكون قرايبتها لغصون، وحتى بهاي الفترة قرروا انه نعيشوا مع بعض، ونحن الحقيقة كنا عم نحتفل بهالمناسبة. والله؟ لكن طيب ليش عم تساوي شي تعديلات ببيتك؟ لا بالحقيقة الموضوع انه شو عم تعملي؟ لك شو سويتي غصون؟ على شوي رح تحكي له عن سهيل. شو هالحكي؟ لا اكيد ما رح تبقع. انت منيح؟ لا انا منيح منيح، مو مشكلة، ما لها قصة أسيل، بسيطة، هلأ شوي وبينشف الجاكيت. بتحبي تشربي شي تاني؟ ها شكرا. شكرا لألك. بصحتكن. ايه بصحتكن. ها ليكي مين هون؟ حياتي تعالي شوفي على مين بدي اعرفك. انبسطوا بوقتكن، نحن راجعين. لا تاكل همنا.
أنا برأيي هيك تمام، نحن عملنا اللي علينا. شو رأيك تحكي لي عن حالك أسيل؟ يعني مين أنت؟ شو بتحبي؟ شو بتكرهي؟ أو كيف بتقضي يومك مثلا؟ أسيل؟ فتحي مخك وما تنسي هالحكي أبدا. أسيل أنت بنت واقفة على رجليكي، تعرفي شو بدك، عندك أهداف وست ناجحة وما شاء الله اجتماعية كتير. يعني رح تعملي حالك هيك حبيبتي؟ صبايا عم اسمعكم بس هالحكي فاضي، ابني علاقتي معه على كذبة؟ لا تقولي كذبة، انت رح تبالغي شوي صغيرة بس. بعدين حبيبتي طول عمرك صريحة، شو اللي صار؟ حطولك ميدالية؟ اي حطولي بس مو ميدالية. لك هذا الصح تمام؟ خريجة علاقات عامة ومديرة بوحدة من شركات التنظيم الضخمة. حلو كتير. وبحب الرياضة كتير كمان، كنت أخدي استراحة بس ما تحملت القعدة ورجعت على الكيك بوكسين. آه والله، وأنا من هواياتي المفضلة لعبة التنس. حتى الرقص أنا كتير بحبه، برقص فالس، سالسا، تشاتشا، كلهم بعرفهم. عن جد؟ وسجلت كورس ياباني من فترة، مثل ما بيقولوا كل لسان بإنسان. كورس ياباني؟ غريبة. وفوق هيك الطبخ مجال تخصصي. قلت لحالي خلي هالموضوع يصير احترافي شوي، سجلت حالي بكورس طبخ شرقي آسيوي وأنا عم أتعلم ياباني مشان أتعلم عنهم كل شي بفرد مرة. وكمان بلشت أشتغل بمجال الحيوانات وهي مشان أتسلى فيها بس، ضيعة وقت يعني، ولهيك مأجلتها. أسير فيني أسألك سؤال؟ كيف قدراني تلحي على كل هالهوايات والقصص؟ منظمة وقتي مو أكتر. برأيي أنت بنت مميزة ونيال اللي بيرتبط فيكي. شو بتعمل بآخر الأسبوع؟ بركي منتغدى مع بعض وبنرجع منكمل كلامنا. ما بعرف شو بدي أقولك بس أنا آخر الأسبوع عندي موعد كتير ضروري. بنص الأسبوع أنا فاضية. بنص الأسبوع مثل ما بتعرفي عندي دوام بالمشفى. مو مشكلة أبداً، أنت معك رقمي بتتصل فيني. ليكي شفت رفيق قديم وبدي روح سلم عليه. شو غبية؟ شو خلص انقلع. ما حدا بيحس انك نافذة شي مرة. بابا حبيبي. بنتي حبيبتي اجت. دادي شو عم تعملي هون؟ كان عندي درس تنس بابا. درس تنس؟ بس ما كان بقلب الاسبوع؟ ايه بس ما قدرت روح عليه لانه كنت مرضانة واجلناه لليوم، وماما قالت انه ممكن تكون موجود هون فقلت بيجي وبشوفك. هيك ماما قالت لك؟ تعرفيها لامك؟ سلمي لي عليها كتير تمام؟ مين بتكون هي بابا؟ انا غصون زينب. نعرف بعض شي؟ لا انا وياكي ما بنعرف بعض، بعرفك من الصور بس انتي احلى بكتير من الصور. بس عفوا من وين شفتي صوري؟ زينب الحقيقه خالته غصون بتشتغل معي، مديرة العلاقات العامة بالهوسبيتال، ولأنها مسؤولة العلاقات العامة بتشوف صور كل الوقت، مدمنة صور بالحقيقة، هي شغلتها. فهمت عليك بابا، رح يمشي الباص هلأ، أنا لازم روح بابا. هاتي بوسة قبل ما تروحي، أنت منيح إيه؟ تمام، يلا بشوفك بابا. شوفي هذا حمدي بيك كأنه المدير تبعنا، شو اللي جابه لهون؟ مسيو حمدي. لو أي ممكن تجيب لي شي نشرب؟ طبعا بجيب لك على عيني، والصبايا منجيب سوفت درينك؟ شكرا لك. أنا بالزور ماسكة حالي. مبينة، شو الموضوع؟ اجت بنته للؤي. اخيرا عرفك على البنت؟ ما كان لقاء مشرف حسب ماني شايفه. قدمني اله لاني زميله شغل، بتصدقوا هالحكي؟ عن جد؟ شو غليظ. بالوقت يلي ناطره فيه يحكي لي عن علاقتنا ليك وشو عمل. اي والله معك حق، زميله شغل شو هاديه؟ يعني تمام، ما علقنا شيء انه ما تقدم لك واحترمناه كل هالوقت، بس وصلت معه انه يقدمك على انك زميله شغل؟ ما بعرف بس حسيته عم يجذبها. شو بكي وليه؟ عفوا شو قال لك؟ عيونه علي. ما علينا، ليكو اجا انا بعرف شو رح اعمل فيه.
ايه حياتي، جبت لك صودا وحطيت لك فيها ليمونه. شكرا لؤي. مرحبا. عمار بيك، كيفك؟ منيح وانت؟ تمام. سلام اسيل مره ثانيه. سلام. حضره الاستاذه. اهلين دكتور. مرحبا غصون. مرحبا دكتور عمار. ايه امتى المباراه؟ بعد ساعه، بس بدي روح حمي بالاول. ممتاز، البطل مبين، مين الثاني؟ ايه عمار طبعا كل سنه وبدون استثناء بيطلع البطل، ما بيفوت البطوله ابدا، اللي بيحطه براسه بيتحقق. حسب ظني السنه كمان رح يعملها، ما هيك عموره؟ ايه ان شاء الله رح تحضروا المباراه، ما هيك؟ بدون ادنى شك. وانتي اسيل؟ بالاذن منكم اجاني تليفون. لوين يا بنت؟ وين راحت؟ شو صار لك؟ عمار جنبي. شايفه؟ يلا العبي بشعرك. انتي جذابة وحلوة لدرجة حتى انا ممكن اعشقك. عم تحكي عن جد؟ لا طبعا، عم قلك لحتى تدخلي بالدور، لانه الافندي عيونه عليكي وبيعرف انه عم تحكي مع شاب، لهيك هبلت عليكي. فهمت عليك. شو عم تعملي؟ انا قلت لك تحكي بصوت عالي، هي اخر مره بسمح لك تطلعي فيها عن النص، فهمتي؟ تمام. يلا لعند رفقاتك قولي انك طالعه بدك تروحي. ليش؟ بس هو بده يعني احضر المباراه. لانه هو قال هيك انت لازم تمشي. أنا هلأ لازم روح حمي شوي، رح تجي ما هيك؟ مع الأسف، جاني تليفون شغل ولازم روح. شو عم تخبصي أنتي أسيل؟ تكتيك. تكتيك أسيل، فوراً قلي لي إذا ساوى شي مفهوم. لا تكتيك. يلا يا بنات بشوفكن، موفقة إن شاء الله. شكراً إليك. خليني أخذ شنطايتي. As you like. أسيل. خلص أنا صار لازم حمي ورح بدل، يلا بشوفكم. Good luck. نعم أسيل. ضل بالي عندكم حبيبتي، شو عم تعملوا هلأ؟ أسيل أنت عن جد وحدة مجنونة، فهميني ليش رحتي؟ ليش شو عم يصير؟ شو عم يصير؟ عمار أخذ البطولة، واقف هلأ مع جمهوره والصبايا حوله وحوله. وبعد الغدا في حفلة مطنطنة. ما عم صدق عن جد عم تحكي غصون؟ آخ أسيل، لك سمعك إنك تضلي مو هيك؟ يعني كانت القصة مشيت اليوم. تعرفي شو؟ بتمنى ما يرتبط بشي وحدة قبل ما يطلع من هون، لأن الظروف لصالحه. لا تقولي يا غصون، بربك ما تقولي يا. أخ أسيل، كان لازم تضلي، شو هبلة؟ ما عاد فيك تعملي شي حبيبتي، كله من هالواطي. طيب بقيانين للحفلة يعني رح تضلوا غصون مشان تقولي لي شو رح يصير؟ يعني أنت برأيك رح ضل مع لؤي هون؟ شو عملت له حفلة بالبيت؟ إيه رح طالع من عيونه عامس اللي عمله فيني. ممكن أتأخر يعني لأرجع. تمام حبيبتي، تمام تمام. يلا بوسات، باي باي. آه أسيل، ليش سمعتي كلامه؟ كنتي ضلي هنيك وخلاص. أوف، الله لا يوفقك يا مراد. بيبي انت منيحة؟ مليت، خلينا نمشي. عن جد مليتي؟ مع انه عم نقضي وقت حلو هون. انا داء خلقي وبدي امشي. اوكي بس سوري، صار شي معين ضايق لك خلقك؟ انا مو حابة اتخانق معك هون. ايه تمام، طالما مليتي كل هالقد سبقيني لعندي على البيت، انا رح احضر التتويج وبعدين بلحقك. اصلا نحن هيك كنا متفقين انه رح تنامي عندي الليله. ايه مزبوط، بس رح نمشي مع بعض، ما رح تضل هون مع بعض لؤي. ليكي بيبي، انا رح ضيع وقت شغله كام ساعه هون وبعدين بلحقك. عمار شاب سنسيتيف، واذا بروح عيب كتير بحقي، مو حلوه ما هيك؟ أنا برأيي نلغي مشروعنا وما تنزع مرائك، وفيك تضيع وقت هون للصبح. أنا رايحة عبيتي لأنه لميس بتوصليني على البيت، ما هيك؟ طبعاً لك. تمام يا بيبي. أوه ماي جاد،
يا الله ما قصرتي فيه، لازم يلزم حدوده. طبعا صدق حاله لاني عم نام عنده، صنف الرجال بليرتن ما بينعطى وش ولا حتى بفرنك واحد. عم يمشي ورانا مو هيك؟ ايه لك ورانا. اسمعي، اذا بيبوس رجلك ألف مره ما بترجعي عن موقف. الحكي فاضي لميس، مو لهي الدرجه كمان. اتركوا يعني سع على كيفه، ما شفت شلون بيكوشوا البنات على الشب وبياخذوه بلحظه؟ تخيلي يطلع مع وحده منهم. بعدين قساوه الزلمه قدام البنت مثل قساوه التشيز كيك تبعي، 3 دقائق عياره. ما فيني جازف ابدا والله. استعجلي ليكو ورانا غصون. بيبي يا بيبي، لا تحطي ببالك شي حبيبتي، هلا منروح على البيت وبسوي لك فنجان قهوه وفورا بيتعدى مزاجك. ايه والله نزعلي مرائي، بدي عدو. بيبي بيبي خلص بقى، زودتيها كتير. هلو اي انت لا تترك الحفله، عيب بحق عمار. لانه مين عمار عم بتقولي؟ قال رح يكون عيب. شو هالحكي، اهم منك اغلى منك يا بيبي. يلا لو سمحتي خلينا نروح على بيتنا. تمام رح اجي، بس لانه بدي احكي معك بموضوع جدي. شو ما بدك بنحكي، وليش ما نحكي؟ شو في ورانا اصلا؟ يلا تعي خلينا نمشي. لميس انا رايحه حبيبتي بشوفك. يلا لنروح. رفيتك لميس بتضل عامله حالة مناصرة المرأة وما بتروح غير على حبيبك ابو اللول. غبي، انا ما حدا بيلعب بعقلي لؤي. بنت مكيوده مدوده. قبلاتي الحاره. الله معك. سيارة بتقفل مرات لحالة. نيو جينيريشن. مو صح هيك، انزلي فورا. حلوين. أهلين حبي. هاي كيفك بيبي؟ فوت. OMG انتي عملتي لي عشاء؟ ايه. الله الله، الحقيقة أنا كنت مفكرك ما بتعرفي أي شيء عن الطبخ بنوب، بس فاجأتيني. وعاملي شغلات كتيرة كمان، شايف إنك تعبانة على حالك عن جد. بتمنى انك ما تكوني تعذبتي كتير، عم تتعبي كل نهار بالمستشفى وانا ما بسخفيكي. تعرفي انتي بتلزميني يا قطة. انا لما طبخت لك كتير فرحت. بالله عن جد؟ تعال. شو رأيك انتي تروحي وتحضري المشاريب وانا رح غسل ايدي واجي لعندك. تمام يلا ناطرتك. فجأة هيك تارك بيتها لبنت خالتها وجاي لعندي تطبخ لي إلي؟ شو هالمسروعة هي؟ شو هاد يا شو هاد؟ لعمة، معقول كون فايت على بيت مو بيتي بالغلط ولا شو؟ لغصون هدول الأغراض. عم تفرد أغراضها بالبيت. هذا كمين بدها تستولي على بيتي، تكتيك كلاسيكي. إلى سنة ما عم تجيب على لسانة سيرة الزواج، شو اللي صار هلأ؟ رح تضغط من جديد يا ترى؟ رح تضغط علي اللعيمة. مخادعة. فرشاية. الفرشاية دليل واضح وقطعي، أكلنا هوا. شو هاد كمان؟ لا 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 لا، أنا لازم أتصرف بسرعة على حارك. أنا ماني مستعد للزواج وما بحب الضغط علي بهذا الشكل، ما بحب هالشي، بيوترني.